استأذنك لان انت بتحكي في حاجة مهمة ومش عايز اقطعها في النص، استأذنك تقول الو. الو. ايوه يا جيمي، احلى جيمي في العالم كله. حبيبي يا صلاح. يا غالي يا غالي. الاستاذ صلاح عبد الله. حبيبي طبعا. التصوير يا جمال ما كنتش اقدر اعملها معاك انا زمان دي. يا حبيبي يا حبيبي يا غالي يا غالي. انا روبير الزردوقي لما قال لي، قلت له انت تقول لي الاول جمال عبد الحميد، لما تقول لي جمال عبد الحميد انا اعمل اي شيء في الدنيا عشان اقول لجمال عبد الحميد انت من اعظم واجمل واحلى علامات الاخراج التلفزيوني في مصر. حبيبي انت يا جمال صاحب فضل كبير عليا. لا يا نهار ابيض، بعتذر ليك وللروبير وللساده المشاهدين اللي بقول لك جمال كده حلو. انت حبيبي وصاحبي واخويا. انت حبيبي واخويا وصاحبي يا صلاح. انت حد غالي عليا قوي 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 قوي. يا حبيبي والله يا جيمي، انا ربنا يعلم. بص يا روبير، انا سيد جمال عبد الحميد لا تفارق لساني طبعا. وانا اتمنى بس ان انتوا تكونوا سامعيني. سامعينك يا فندم. انا بصور احنا في مزارع كده في شبرمنت. جميل. فمش عارف انتوا سامعيني كويس. لا بقول قول لي فين بعد الهوا عشان نيجي نتسحر مع بعض. يا حبيبي والله يا جيمي بتصور في حتت غريبه. معلش. انا كنت بكلمك، كنت بكلم حضرتك. بكلمك النهارده وقلت اشعار على بيقطع شويه. يا جمال بيه، يا صلاح بيه. ايوه. وانا لما كلمتك النهارده قلت لي لا ده جمال عبد الحميد، قول لي جمال عبد الحميد وانا هقطع التصوير واشوف واكلمه وانت بتتكلم ازاي. قلت لك طب انا اسف انا ما اعرفش. طبعا حبيبي طبعا حبيبي. لاني انا اعرف طبعا الاستاذ جمال من زمن بعيد، والحقيقه كان بدايه الربط. وانا بقول لعلي الحجار حتى اما بهزر مع علي الحجار جيبي اقول له من حسناتك انك عرفتني على جمال عبد الحميد. وبعدين التقينا بعد كده بقى ايام انا كنت بكتب حاجات للمسرح. استعراضات او حاجات او كده، وكان جمال عبد الحميد كل المسرح القطاع الخاص يلجا له عشان يعمل له اعلان عشان يجذب المشاهدين. حبيبي. لانه هو كان متميز قوي في المنطقه دي. فاكر يا شيمي ولا لا؟ حبيبي طبعا. طبعا بحاول افكرك انا طبعا. لا لا ده عشت عمر، عشت عمر يا حبيبي. حبيبي ما يا حبيبي يا غالي يا حبيبي. والله انت غالي جدا. بقى ايه، بص بقى روبير عشان اتفضل. ايه اتفضل ما اخدش من وقت الاستاذ جمال كتير. اتفضل. لغايه ما التقينا بقى عملا كممثل وكمخرج في رايا وسكينه. انا رايا وسكينه لغايه النهارده روبير. كل انت عارف الحاجات اللي بتتعمل على السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل. الشخصيه اللي عملتها مع الاستاذ جمال اللي هي عبد الرازق في رايا وسكينه دي، كل قفشاتها وافهاتها بتتعمل اللي بيسموه الكوميكس والحاجات دي. اي كل دي الفضل فيها يرجع لجمال عبد الحميد. يعني الفضل يرجع لجمال عبد الحميد. فضل ربنا سبحانه وتعالى. ونعمه بالله يا جميل والله العظيم. فضل ربنا. خليني في حاله كممثل، في حاله جميله جدا، في حاله واقول الحاجه والايه هو اللي بيحمسني ويقول لي حلوه جدا يقفل فيها لطيفه جت وقتها ويقعد يحمسني. فخلاني مش انا لوحدي. لو تفتكر رايا وسكينه، لا كل الممثلين في رايا وسكينه كانوا في حاله عبقريه، وكلهم خدوا خطوه واسعه جدا جدا في مشوار التمثيل بعد رايا وسكينه. الحقيقه ده حقيقي، وده برضو تواضع من حضرتك وكرم اخلاق ان حضرتك بتنسب الفضل للاستاذ جمال. استاذ كبير جدا وقام وقيمه. وحضرتك قام وقيمه كبيره قوي. يعني صلاح بيه عبد الله، يعني اقول لك ايه، يعني الشاعر الكبير. انت حد فوق الجميل بشويه. انا بفتخر ان احنا اصحاب على فكره. بفتخر بيك جدا ان احنا اصحاب. لا لا وانا بفتخر انه بقول يا روبير في برنامج فضفضه مع روبير. ده انا دخلت التاريخ. انا نقوم نروح بقى. ايه ده؟ بص يا روبير، انت دخلت التاريخ وانا قلتها لك على الواتس. حصل لما قلت لك ان انت سمعتها له ما دام جبت جمال عبد الحميد. أيوة. لا انت دخلت التاريخ بجد بجد.
لان انت لو انت بس انا مش عايز اخد من وقت جمال. لا يا حبيبي لا ده انت تنور. تعرف قد ايه كم النجوم اللي بقوا متصدرين دلوقتي فعلا و ده هنعرفهم بقوا سوبر ستارز كان بدايتهم معظمهم مع جمال عبد الحميد. دي حقيقه يعني. احنا عايز اقول لحضرتك يا استاذ صلاح احنا الحلقه الفضفضه مفروض 50 دقيقه انت عارف برنامجي ساعتين. النهارده اداره القناه وده لاول مره وانا قلته لمستر جمال لاول مره الحلقه من بدايتها لنهايتها الساعتين معاه بسبب انه يعني ده عايز حلقات و فاحنا هنفضفض كتير فضفضه ملهاش حل وقبل ما تسيبنا قبل ما تسيبنا وانا معايا استاذ صلاح عبد الله وانا لازم استغل بقى الفرصه حبيب دي اخر شعر عملته يا ريس. والله اخر حاجه كنت كاتب بوست كده على الفيسبوك شافوا جيمي شافوا صديقنا المشترك علي الحجار قال لي انا عايز اغنيه. قلت له يا عم انا ما بكتبش اغاني ما خلاص بقى حلوه. قال لي لا عايز اغنيها. قلت له خلاص اغنيها يا اخويا. شويه ولقيته بعتها لي متلحنه ومين اللي عملها بقى لحنها حبيبي واخويا أحمد الحجار واللي عمل التوزيع الموسيقي محمد حمدي رؤوف ابن حمدي رؤوف ألف رحمة مبروك عليه الموسيقار السكندري الكبير قامة كبيرة اللي هو كان يشتغل معايا في مسرحية أبو زيد. أنا كتبت استعراضاتها وهو اللي لحنها وكتبت كل أغانيها وكتبت الدور اللي أنا عملته كمان اللي هو دور الراوي الله يرحمه. المهم اجتمعنا بقى شلة القدس دي وقلنا جملتين كده في استقبال شهر رمضان الكريم كل عام وانتم بخير ومشاهدينك يا روبير بألف خير. قلنا اشتقنا لك اشتقنا لك اشتقنا لحسنك وجمالك يا اجمل شهر في السنه يا شهر البركه والهنا اشتقنا لك اشتقنا لك اشتقنا لحسنك وجمالك واول ما يهل هلالك بنكون جاهزين في استقبالك زي العادة بإذن الله زي العادة بإذن الله يا رمضان يا رمضان يا حبيب الله وبإذن الله زي العادة وربنا ما يقطع لنا عادة ربنا ما يقطع لنا عادة يا أجمل وأحلى جمال عبد الحميد في العالم يا حبيبي الله يكرمك حبيبي. أنت عارف أنا فرحت بيها الأغنية دي جدا جدا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وافتكرت طبعا أيام كنا بنقعد بقى سوا ونقعد نعمل حركات كده وحاجات حلوة مظبوط يا أحلى الأيام والله يا جمال ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك وما تحرمش مني وأشوفك بألف ألف خير إن شاء الله يا حبيبي وبرضه لما بين مشهد ومشهد كده بعد ما تخلص البرنامج هكلمك إن شاء الله ماشي حبيبي منور الدنيا شكرا يا استاذ صلاح واحنا من متابعينك على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك تحدي جميل ويعني انا متابعك من زمان على فكره يعني حبيبي لينا الفخر والشرف ان بالمداخله بتاعتك ومتابعتك وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم وانت طيب يا حبيبي كل الناس الطيبين طيبين قوي باذن الله شكرا الله يكرمك شكرا الله يكرمك